شكل سيتي باب المكشوف اي اميسيون اخرى تمام نفس الكونسيبت عمل بالمكشوف نو سيتي باب المكشوف نو نو سيتي باب المكشوف عملوا شنو شنو هذيك الاميسيون كان اي والله انت يا اصدق عملوا كان فما بالمكشوف مين سيت معناها بالمكشوف تبدل الكونسيبت تبدل الكونسيبت سي با سا بالمكشوف بالمكشوف نذكر وقتها كانت ديما بازي على اونكيت ويقعدوا دو تروا في تيير برشا بون تجربه تاع شكل زاد تجربه تذكر فتشكر فيها السلبي وفيها الايجابي وهو بيدو شاكر معناه يستعرف اللي ما كانتش هذيك على ما كنتش معاهم هاي خدمت من الاول كنت اتذكر وقت الانترفيو نتاع سياده رئيس الجمهوريه ان شاء الله ربي يرحمه سيد باجي قائد سبسي وقتها صحيح وقتها بدينا بيه ديجا ديمارينا بيه بالمكشوف مي وقتها بالمكشوف كانت برودكسيون من برا انا ما تفهمتش معاهم من برا خاطر كنت كسوسوا توجه وديجا هي التجربه فشلت معناها ما كملتش ديجا التجربه شنو كان الاختلاف في الاختلاف ساعة في الليني ديتوريال في شكون يقدم في شكون لي زانفيتي في البلاتو انا خاطر من كان ندخل في بروجي شنو كان تصور كنت شكون يقدم شكون لي زانفيتي في البلاتو انا باغ اكزومبل تصورت برشا عباد اخرين انا باغ اكزومبل وقتها شكون حبيت يقدم مثلا انا وقتها حبيت مثلا قلت بوركوا با مراد الزغيدي بوركوا با ان لي زانفيتي كان عندي عليهم برشا احتراس برشا مثلا شكون بو ما نحبش نقعد ندخل في الاسامي وكل مي فما برشا معناتها فهمتني كنت تشوف روحك انت قادم معناتها في قادم النسخه هذيك معناها ولا ولا كنت تشوف انه ساكر ما كانش قادم شنو لا 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 بالعكس ساكر او شو ساكر ساعه ديسيبليني على الاخر في خدمته وحلوه بلغتنا نقولوا نحن في خدمته فاهم شنو يبيع للسوق فهمتني هذيك اللي كانت انا مثلا تنقصني وكل اعطيني الامة لا شكل ما لا بروف اللي خبص لك حاجه راهو اللي يقدم وانت تعرفها بالقدا كان ما وراكش ايكيب سوليد في البرودكسيون راهو معزبه غربيه وقت اللي كان نتذكر قبل راهو سوايع سبور كنا نسجلوا نقعدوا اربع سوايع خمس سوايع نسجلوا معزبه غربيه اي ولا باش تعرف تعبد الدور نتاع شهاب الرويسي كان كبير في الجزائر فما برشا يقول لك معز والله ما نعرفش كيفاش باق به السؤال هذا شهاب راهو شهاب ومجده معز تلمو وقتها كانت عنده ثقه في شهاب ومجده ما يناقشش ديريكت الكيسيون اللي جايه يسال ويقص معناتها ما تهربش بيها فما خلافات تو بين ليكيب نتاع حنبال مش خلافات فما خلافات في التوجه بالحق خاطر كل واحد شاف مصلحته وكل ما مش والله ما خلافات صحاب بالعكس خاطر قال انه هيثم شاف روحه انه اكبر انه يخدم معهم ولا والله لا هاني خدمت هاني قلت لك خدمت انا في بالك تو انا شنو نعم في حنبال انا زهير اليوم الغدوة يحب يقدم نشره تاع سبور ما يحبش يقدم انا نعم في البرودكسيون انا نجي نحد النشره تاع سكون نعدها لشاكر نعدها لي رحمروني ولا علاش شنو علاش ما تحبش تقدم فما خلي الواحد يبعد شوي خلي الواحد ياخو انا مثلا غلطت غلطات انا غلطت ما غلطتش كان ما فهمني في شنو غلط انا مثلا حرقت لي زيتاب فما دي زيتاب حرقتهم باغ اكزومبل في التقديم كان خديت شويه وقتي في التقديم وقتها جات في بيريود ترانزيتوار وانا وقتها عرفتك اللي متحمس كلمتي يقولها ما نحسبهاش نتذكر معز مغربيه كلمتي يقولها مي معز كي يقولها عنده علاش عارف ما انا وقتها مونك ديكسبيريونس شنو غلطت عملتهم وقت بون غلطت عملتهم فما غلطت عملتهم في لونتير فما غلطت عملتهم مثلا تاع القروان باغ اكزومبل مانيش نادم عليها راك تو تاع القروان وقتها مانيش نادم عليها تاع البريزيدون تاع شبيبه والا البنيه اللي توفات فيها. فما وقت هي زميلتنا سهيل العبيدي مشات الماتش تخدم في القروان كل وقت قعدت هجم عليهم رئيس الجمعيه اخي انا في اللونتين وقتها جاوبته سيتي دور سيتي وقتها جاوبته كاسح برشا كي جاوبته وقتها قلت لهم الناس اللي يحبوا يتعرفوا ويحبوا يتشهروا سي نورمال يضرب صحفيه ولا يضرب ميكرو حنا بعد كل شيء باش وقتها سيتي دور وقتها حدا العربي عيط لي قال لي هيثم راهو نعرف وفما الاخرانيه اللي وقتها انا نتذكر بالكدا وهذا تو قول تو اللي تتقال وقتها البنيه اللي من قفصه اللي توفيت لهنا في طلع في ماتش كوره في بارك تاع كلوب افريكا وقت الحمايه المدنيه كلموهم قالوا لهم يجيو قالوا لهم ما عندناش كرهب وقت قلت لهم حمايه كان جات وقت الحمايه المدنيه كان ينجموا يسعفوها كان ينجموا يمنعوا الطفله وكل وزيد من بعد ما توفيت البنيه تقعد مطيشه في السبيطار شرني كل دارهم زواوله ما لقاوش باش يروحوا بها من السبيطار وقت انا زيد تخمرت سيتي ديموسيون كل شيء حتى في لونتين كيف طلعت وقت قلت لهم هذوما الناس قلت لهم هذوما الناس كانت قبل تخدم بالعصا اعتبروك اللي تحسرت على بن علي قالوا تحسرت على هاي تو تسكن تحسر على بن علي لا ماهوش مسكين نو راس خويا ولا لا كل حاجه في بلاصتها تو ما شو هذا ما فيش باش تحسر على بن علي على ربي يرحمه ان شاء الله في جنته كل
اما ان شاء الله على الاقل يكون درس اللي عشناه. تعتبر نفسك كنت مقدم ناجح هيثم؟ لا مقدم ناجح لا. علاش؟ كان كنت مقدم ناجح راني تو مقدم. تحب تاخذ فرصه اخرى؟ بياسور فما واحد شوف راه كان ما تغلطش ما تعلمش. خاطر يقال انه هيثم في التيران ما فماش كيف. الحمد لله. لكن في البلاتو ها مش حاجه اخرى. انت تحب تاخذ فرصه اخرى في البلاتو؟ بياسور ما علاش عايش يعني؟ علاش نخدم؟ علاش نور انا بجيت بدات انا فسالك حاجه كان ما نحبهاش من سيبو الحمد لله في التيران نحس روحي مع نشيخ. وانا في خدمتي راه كان جيت ما نشيخش ما ننسى خاطر خدمتها تعرف برشا تعب وتوسي تخي بيان اسلام باش تسافر وتمشي وتجي وسفر وتطلع لافريك وتعرف لي كونديسيون نسافروا بهم كل شيء وتعرف لي كونديسيون تعديهم في كوب دافريك ما عندكش لي دروا وكيفاش تجيب لي انترفيو وكيفاش تجيب سكوبات وكل دونك سي با ماهيش نتاع واحد ماهوش مغروم من 2008 ما تراتي حتى كوب دافريك لتوا ماهيش تاع واحد معناها خاطر تنجم تعمل مره اثنين ثلاثه خدمه اما من بعد تقلق توصل ل 10 و11 و12 تولي شنو وضعيتك اليوم في حنا بعد هيك؟ صحافي في قناه حنا بعد نورمال ووضعيتك انت وضعيت صحافيين الكل معناها شنو تعملوا شنو تمشي خاطر ما فماش سبور كما قلت ما فماش سبور فما نشرات رياضيه ناثو نشرات رياضيه وفينا الكل معناتها بو هذاك الموجود توا خاطر شو شنو معناتها باش ما نكذبوش على الناس كل فما ذيقه ماليه تعيشها المؤسسات الاعلاميه هي كانت بال 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 معناتها بالاشهار وبالفلوس اللي داخله وكانت فما مشاكل فما بالك توا في الوقت الراهن هذا دونك ان شاء الله ازمه ان شاء الله تتعدى نجمو نستناو برامج رياضيه في حنا بعد ولا علاش ليه؟ علاش ليه؟ نجمو نشوفوا هيثم في برامج هذه؟ علاش ليه؟ اذا كان بيان سور اذا كان باش ترجع برامجك باش ترجع بوليد القناه مش ترجع معناتها بعباد من برا كلمه قال كلمه تروح في وقت من الاوقات خاطر عباد من برا في حنا بعض ترى حتى سامي وقتها خاطر ديما تقعد المشكله سلام اللي نتاعتي ليه ذوما صغار ومازالوا وقتها وكل فهمتني ما يفهموك كبير كان كي تبدا تمشي على عكاسه